تم اعتقالي مرتين. فاعتقالي الأول كان بالنهاية 2012، طلعت ب 12 شباط 2013، لأنه بتذكر طلعت قبل عيد الحب بيومين. كنت كتير أنا والبنات جوا إنه لازم أطلع قبل عيد الحب، ففعلا طلعت. اعتقالي الأول كان مساري شوي مختلف، كنت عم اشتغل للدير، كل شيء عم اكتبه لدير الزور مدينتي طبعا. بعد الاعتقال، بعد ما شفت البنات جوا، تعرفت على البنات بفرع 215، تعرفت على بنات اكثر بسجن عدرا المركزي، صار شغلي كلياته متجه باتجاه المعتقلات اكثر شيء. اعتقلت اعتقالي الثاني كمان بسبب اعتقالي الاول. انا كتبت روايه عن اعتقالي الاول، عن البنات اللي كانوا موجودين. كل ما طلعت وحده على التحقيق كانت تقعد قديش اكلت كفوف، مثلا شو قال المحقق، شو قالت له، مشان ترجع تحكي لي مشان انا اكتب. فباعتقالي الثاني مسكوا الروايه ووزعوها من خلال صفحتي على الفيسبوك على كثير اصحاب، وانه شو رايكم. فانا تعذبت كثير وانضربت كثير كرمال هاي الروايه. العنف الجسدي اللي كتير بتعاني منه السيدات بسجون النظام، احدى الصبايا اللي كانوا معنا تعرضت للتعذيب على الكرسي الالماني، طقولها ظهرها، فقدت العاده الشهريه. يعني كتير صعب انها تتداوى وتتعالج بعد هيدا العنف اللي مورس عليها. احدى المعتقلات تعرضت، كتير من المعتقلات تعرضوا للعنف الجنسي، احداهن صار عندها حمل ونتيجة الاغتصاب وصار عندها نزف. كتير قصص يعني لا تعد ولا تحصى في سجون النظام السوري من التعذيب.